يعني الحقيقة ان الفقرة دي من الفقرات اللي هتعجبكم، لان كلنا واحنا نازلين رايحين شغلنا او عندنا مناسبة او رايحين نعمل نشتري ونعمل شوبينج للبسنا للبس ولادنا، بنبقى محتاجين نعرف ايه الحاجات الموضة، محتاجين نعرف ايه الالوان الترندي اللي ممكن نلبسها الايام دي، ازاي ننظم دولابنا لو احنا عندنا حاجات ممكن يعاد استخدامها حتى لو هي مش موضة، ازاي ننسقها وازاي نخليها شكلها كأنها جديد وممكن نستخدمها تاني. كل ده بقى مش بس يعني واكتر كمان، ومش هننسى برضو الرجالة، هنقول لهم بعض النصايح كده وممكن يلبسوا ايه في فصل الشتاء. خبيرة الموضة والتجميل شيرة زقزوق، اهلا بيكي، صباح الخير ويومك سعيد. صباحك فل والف مبروك على البرنامج. ميرسي، ربنا يبارك فيكي ومنورانا النهارده، ومبسوطه انك معانا. وعايزه ابدا كده بفكره الدولاب، يعني كلنا بيبقى عندنا قطع كده مميزه او لها ذكرى حلوه عندنا بنفضل محافظين عليها جوه الدولاب، احيانا ممكن ما نلبسهاش بس ما اقدرش استغنى عنها. فهل ينفع توظيف حاجه مثلا كانت من 10 سنين عندي بس هي لسه كويسه وجميله ولونها ممكن استخدمه او لا؟ اعرف ده ازاي وانسقه ازاي؟ بصي، اول حاجه ينفع نعمل ده بس حسب البيس. يعني لو هي البيس دي هي بس احنا مرتبطين بيها عاطفيا، يعني نحافظ على قطع اتنين ونحطهم في صندوق، مش لازم يبقى جوه الدولاب، لان الدولاب كلنا بنفتح دولابنا بنتوتر ما بنعرفش نقفله. فدي حاجه متعبه جدا ومرهقه، والناس مش كلها عندها ملكه او اتعلمت ازاي القطع اللي موجوده في الدولاب تستخدمها بكذا استخدام. كذا استخدام دي البيس الناجحه على الاقل تقدري تلبسيها باربع لخمس طرق بيس الواحده. ده اللي هي ايه بقى البيس؟ اي بيس، اي بنطلون، جاكيت، كل ما تعرفي تعملي لها ميكس اند ماتش اكتر كل ما دي تبقى قطعه ناجحه مميزه. مش مميزه بس، كمان ناجحه وفاليو، كفاليو كمان كفلوس، كقيمة. ان انا ادفع فيها مثلا سي 100 جنيه بس هي انا هلبسها اربع خمس مرات او اكتر، فانا كده يعني كل ما انت كل ما هي موفره كل ما هتبقى هي كده قطع ناجحه. طب احنا نعرفها ازاي؟ هي اساس بتاعها انها قطع بيزك، قطع مناسبه لشخصيتنا جدا ومناسبه لللايف ستايل، حياتنا اللي احنا بنعيشها. يعني انا لو بشتغل في بنك هلاقي الدولاب بتاعي اغلبيته فيه حاجات فورمال، مش هلاقي حاجات فيها سبورتي اكتر او حاجات رياضيه. مزبوط. اكتر انا بقى ببتدي اقيس انا حياتي، يعني بعمل زي جدول كده، براقب نفسي لمده اسبوع لاسبوعين انا يومي ماشي ازاي وحياتي ماشيه ازاي، وبشوف نسبه حياتي انا محتاجه مثلا كم قطعه فورمال، كم قطعه كاجوال في يومي وفي حياتي، وببتدي اشوف دولابي بقى. يعني احيانا كتير قوي احنا بيجي لنا ننزل الاسواق بننبهر بالحاجات اللي موجوده في الويندو ونشتريها من غير ما نفكر، من غير ما نوظفها. من الحاجات اللي بتخلي الدولاب بتاعنا زحمه ان في قطع مش متكمله. يعني ايه مش متكمله؟ اللون، التصميم، كل الحاجات دي. كل يعني كل دي قطع افكار جوه القطعه نفسها، يعني الماتيريال جزء منها، الكات بتاعتها يعني ترند ولا مش ترند، حاجه عشان سعرها مناسب ليا في الوقت ده، او هي عجبتني علشان لونها وخلاص، لازم يا اما اجيبها متوفقه معاها الحاجه اللي هلبسها عليها، او انا عندي في دولابي حاجه هعرف اوفقها عليها. طب تعالي نحط بلان تمام للشراء. اوكي، احنا اول حاجه عشان نعرف نشتري هنبتدي نفتح دولابنا، هنلاقي هيبوظ في وشنا طبعا اساسي. مش يعني هنبتدي بنقسم الدولاب ونرتبه على اربع حاجات او ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات اللي بنرتب بيها دولابنا؟ لا اما بالاطوال، اوكي، لا بالالوان، يعني كاتيجوري الوان فواتح، غوامق، ابيض، اسود، جراي، نبتدي نحطهم بالوانهم، لا اما بال جواكت لوحدها، البنطلونات لوحدها، الشميزات لوحدها، الجوبات لوحدها، ونقسمهم از ايتم. دي طريقه ودي طريقه ودي طريقه، لاما اخر حاجه طقمه. بطقم بيها، بس انا افضل الطريقه الرابعه دي بتاعت الطقمه. انت لو انت عندك شغل مثلا كل اسبوع بتيجي تقفي قدام الدولاب كل يوم بالنص ساعه بتضيعي وقتك، وانت مش عارفه الشهيره ما عنديش حاجه البسها، ما عنديش حاجه البسها. فانت بتطقمي يوم واحد في الاسبوع نص ساعه، بتقفي او اقل حسب بقى، كل ما انت بتنزلي اكتر دولابك اكتر كل ما انت هتعرفي تطقمي الطقمه بتاعتك اكتر اسرع. طيب دي اول حاجه.
تاني حاجة هنشيل كل الحاجات اللي زي ما احنا قلنا متعلقين بيها عاطفيا، متعلقين بيها عاطفيا واحنا بنلبسها يبقى اوكي هنسيبها. متعلقين بيها عاطفيا زي مثلا زي ان اغلبيه الناس حاطه فستان فرحها في الدولاب، بتساليني ليه اقول لك ما اعرفش. حاطين قطع سواري كتير جدا، حاطين قطع صيفي جوه الشتوي، حاطين حاجات لمناسبات بتفكرهم بحاجه حلوه او حاجه. اعمل ايه في السواريهات وفي فستان الفرح؟ بنحطه بنجمعهم. لا بنجمعهم ونشيلهم في مكان بتاع تخزين. تمام. ما نشيلهمش في الدولاب اللي كل هو ما لما نفتح الدولاب كل ما الدولاب يبقى مساحه الحركه فيه اسهل، كل ما احنا شايفين احسن، كل ما احنا هنعرف نختار. لان في قطع بتختفي بقى في وسط الزحمه كده وممكن تنسيها السيزون يخلص وما تلبسهاش. بصي لو احنا مقسمينهم ككاتيجوري دول اكتر طريقه بتريحنا، ان انا حاطه البلوفرات لوحدها، الجواكت لوحدها، البنطلونات لوحدها، الجوبات لوحدها، دي بتريح جدا 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 انك بتختاري الحاجه. وبرده الاكسسوري والجزم برده البوتات لوحدها، يعني لما كل ما اقسم الحاجه كل ما تبقى احسن. يليها الالوان، يليها الاطوال، يعني دول احسن طرق للترتيب. تمام. طب انا فتحت دولابي ورتبت وشلت كل الحاجات اللي ملهاش لازمه، هبتدي ابص بقى في القطع اللي ناقصها حاجات. اوكي، وهبتدي انوت، ابتدي اسجل انا ايه اللي عاجبني وايه اللي مش عاجبني. طب انا ناقصني الجاكيت ده مثلا، ناقصه بنطلون وناقص له بلوفر، طب انا عندي ايه كمل عليه. ابتدي اماتش الحاجه مع بعض، وكل ما بيس ينفع البسها بكذا طريقه كل ما هي زي ما احنا اتفقنا انها ايه ناجحه، هتبقى ناجحه. طيب هبتدي انزل السوق، هلف لفايه اتفرج على الدنيا، وهقابليها ممكن بس على اليوتيوب ابتدي اعمل سيرش كده صغنن، بص اشوف ايه الموضه، ايه الالوان. هنتكلم في القصه دي كمان شويه عشان نسهل الموضوع على الناس. عملنا كده، ابتديت ابص في الاسواق. اول اهم ما في الموضوع ان انا ابص على البادجت اللي انا حطاه. البادجت دي نمره 1 و2 و3 و10. ليه؟ لان انا ممكن قطعه تعجبني لاي سبب من الاسباب، شفتها على حد عجبني، لونها عجبني، شفتها ترند، بس ما تلاقش عليا انا او تلاقش على شخصيتي. احنا عندنا بندور على 3 حاجات مهمين جدا جدا جدا، ودي عامله فيهم دراسه. اول حاجه اللون بتاعها مناسب للاندر تون بتاعك، في الوان درجات الوان تنفع معايا، ما تخليش وشي يبان فيه هالات سودة، ما يخليش وشي يبان فيه كرمشة رينكل. دي بتنور وشي اكتر. دي الالوان اللي معانا على الشاشة؟ لا، دي الالوان، دي الالوان الترند. دي الوان الترند. اوكي، لكن عموما كل واحد ليه الالوان اللي بتليق على بشرته. بالظبط، دي اختبارات بنعملها. تمام. بنشوف بيها. طيب احنا في ناس تقول لك مثلا انا بحب يبقى دولابي مليان اسود مثلا، انا بحب اللون ده، وممكن ما يكونش هو اللون اللي بيناسبها زي انت ما بتقولي. تختاروا ازاي او تعرفوا ازاي؟ بصي في يعني مقوله خاطئه وفكر خاطئ 180 درجه ان الاسود بس هو اللي بيرفع. احنا بنحب الاسود من ليه؟ عشان احنا بنتدارى فيه وهو اللي بيرفع. الاسود الدارك بلو، البني الغامق جدا، الزيتي الغامق جدا، النبيتي، الغوامق كل الغوامق، يعني الغوامق اللي داخل فيها شيد اسود او كحلي، كل الالوان دي بتقوم بنفس المهمه اللي بيقوم بيها الاسود، انها بترفع. طيب احنا عندنا في حاجه اسمها خداع بصر. خداع بصر احنا محتاجين نعمل بيه ايه؟ انا لو انا عندي الجزء اللي فوق عالي عريض او كبير، هبتدي البس درجات غامقه فوق، وابتدي اعمل لو انا من تحت رفيع مثلا، جسمي مثلث عريضه من فوق ورفيع من تحت، هبتدي البس حاجات فاتحه من فوق او واسعه من تحت شويه عشان اعمل بالانس ما بين فوق وتحت. هو الهدف من خداع البصر ده او ان انا اعرف شيب جسمي ايه وابتدي اليق الحاجه عليه، الكات بتاعته، ان انا ابتدي اشوف اعمل بالانس لعيني، عيني تبقى مرتاحه وانا شايفه، ما بلاقيش حاجه عريضه قوي او حاجه رفيعه قوي او حاجه عاليه او حاجه واطيه قوي. خداع بقى البصر دي بالالوان وبالكات وبالفابريكس كذا حاجه. ثالث حاجه ان هو يبقى مناسب لشخصيتي ومناسب لطبيعه حياتي. ما ينفعش ابقى مثلا بشتغل مذيعه اخبار وابقى لا جايه لابسه هودي، هبقى مش لايقه مع المعتقدات بتاعه الناس، ومش لايقه مع الحاجه اللي انا بقدمها. طيب ده جزء من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها. طب انا نزلت السوق، زي ما احنا نرجع تاني الحته بتاعه المحلات، شوف البادجت بتاعتي انا محتاجه كام بيس وابتدي اشتغل عليها. زي ما احنا قلنا البيس ممكن في حاجات ستيتمنت او قطع موضة جدا وترند جدا. بس هل هي من كتر ما هي موضة هل مفروض ان انا تبقى عندي في الدولاب ولا لا؟ حسب شخصيتي. ايوه، يعني اقصد مش عشان هي موضة ان لازم تبقى موجودة عندي خالص. خالص.
يعني مثلا دلوقتي طالع ترند جدا الحاجات المعدنيه الجين عامله زي ما يكون سيلفر او جولد فوق الهدوم، هي قطعه من كتر ما هي ترند وغاليه جدا جدا كل الناس جايباها، بس دي ما تتانفستيش فيها فلوس، تجيبيها تقعد مده صغيره ومدتها هتروح. ومش لازم لو هي موضه، مش لازم البسها في بنطلون، مش لازم بالذات لو انا عريضه مثلا من فوق، مش لازم البسها في بلوفر، ممكن البسها في شنطه، ممكن البسها في اكسسوري، ممكن البسها احطها في مانيكير مثلا، حاجات يعني اخد الفكره الترند اوظفها على حسب انا يليق عليا ولا لا. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وزي ما احنا اتفقنا انا بصيت في السوق وبصيت على البادجت بتاعتي، ابتدي اقسم الاولويات ايه في ايه في ايه. مش لازم النهارده دخلت محل اشتري منه كل حاجه، لا ما احنا عملنا بقى الاول جوله وشفنا المحلات فيها ايه وايه الحاجات اللي مناسباني ومناسبه شخصيتي ومناسبه حياتي اللايف ستايل بتاعي، وبالتالي بعد ما اعمل الجوله دي محدده ان انا هدخل المحل ده وده وده، هجيب من كل محل قطعه او قطعتين على حسب البادجت، ومش لازم البادجت بتاعتي اهدرها كلها في كل الحاجات الترند. لا انا لازم هختار اجيب قطعه مميزه، قطعه او قطعتين حسب برضو شخصيه كل بني ادم. يعني مثلا انا شخصيتي ممكن انا مش قصدي مميزه، قصدي ناجحه. اوكي الاثنين. انا شخصيتي مثلا ممكن انفست في الاكسسوري اكتر من البيس، لان الاكسسوري انا بعرف اوظفها جوه اللوك بتاعي، احطها اغير شكل حاجه قديمه قوي واخليها تبان كانها لسه جديده وما لبستهاش قبل كده خالص. ده هنعرفه ازاي؟ هنعرف اللي في دولابنا حاجات نافعنا ولا لا ازاي؟ اول ما بفتح الدولاب بسال نفسي على البيس دي انا هسيبها ولا لا. اول حاجه انا بستعملها كم مره، اخر مره لبستها امتى؟ لو عدى عليها قانون بيقول والعلم بيقول اكتر حاجه سنتين، بس احنا كمصريين ما عندناش الاوبشن ده طبعا، ما عندناش، مش موجود عندنا اصلا، مش موجود عندنا من خمسه ابتدائي في حاجه.